هي المذيعة القديرة رحمة بنت حسين آل عيسى، أو كما اشتهرت باسم ماما رحمة، والتي تركت بصمتها في عالم الإعلام العماني، حيث خدمت في المجال الإعلامي على مدار عقود من الزمان، وكانت نموذجاً للتفاني، وتركت بصمتها في انطلاقة الإعلام العماني. وتعلق جيل السبعينيات والثمانينيات بماما رحمة، التي نجحت في كسب قلوب المتابعين بفضل طريقتها الرقيقة في تقديم الأخبار والبرامج، وبالعبارة التي اعتاد على سماعها المتابعون. مشاهدين الأعزاء، سعدتم مساء بكل خير لتكون صوتا مؤثرا في حياتهم، وكانت تجمع بين الأناقة والذكاء والأخلاق العالية في كلماتها وتعابير وجهها. توفيت رحمة حسين بعد صراع طويل مع المرض، وتعد واحدة من أوائل المذيعات العمانيات التي ظهرن على شاشة تلفزيون سلطنة عمان منذ انطلاقته، وكانت بدايتها في إذاعة سلطنة عمان في موقعها ببيت الفلج، ثم انتقلت إلى التلفزيون وكانت من المذيعات الرائدات للشاشة العمانية. تميزت رحمة آل عيسى بتقديمها لبرامج الأطفال، حيث كانت مقدمة لبرنامج براعم المستقبل ومسابقة الفزورة، والتي عرفت من خلاله في شاشة تلفزيون سلطنة عمان باسم ماما رحمة، كما قدمت العديد من البرامج الأخرى، وتميزت بأسلوبها القريب من الجمهور وحضورها القوي في برنامجها الأسرة الذي جمع الأسرة العمانية بكافة أطيافها. واستطاعت رحمة بنت حسين ببساطتها أن تكسب قلوب المشاهدين لما لها من قدرة على ترك الأثر، وقدمت برامجها بشغف، وتحلق الأطفال حولها ينادونها ماما رحمة لتعكس عشقها للعمل بلطفها ومحبتها. وقدمت رحمة حسين نشرات الأخبار وبرامج متنوعة على سنوات عملها في وزارة الإعلام، وحظيت خلالها باحترام وتقدير الناس، وكانت جزءا لا يتجزأ من الأسرة العمانية عبر حضورها الدائم على الشاشة. عملت بعدها مذيعة ربط للانتقال بين البرامج في شاشة تلفزيون سلطنة عمان، وبعد توقفها عن العمل كمذيعة واصلت مسيرتها في وزارة الإعلام. قدمت رحمة بنت حسين دورا بارزا في تعزيز حضور المرأة العمانية في الإعلام، وسلطت الضوء بثقافتها على مدى تمكن المرأة من العمل إلى جانب الرجل في مطلع النهضة الحديثة.